أركان البيعة للأخوة المجاهدين من الأخوان هي الفهم والطاعة والإخلاص والثبات والتضحية والأخوة وإنكار الذات والجهاد والعمل. أما الجهاد فهو فريضة ماضية إلى يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو فقد مات ميتة جاهلية. الكلام ده كان أيام الإسلام الأولى قبل ما ينتشر في الدنيا كلها. إن أولى مراتب الجهاد هي إنكار القلب، وأعلاها هي القتل في سبيل الله. ايه يا عم جمال؟ انا قريت رساله الشيخ حسن البنا، رساله التعليم الى اخوان الكتائب، وما عنديش شك ان الشيخ البنا زعيم وطني ومخلص، لكن الدعوه في حد ذاتها فيها تعصب بعيد عن روح الاسلام اللي انا اعرفه وافهمه. كلامك كده معناه انك مش ناوي تنضم لنا. اديني فرصه افكر، انا جاي دماغي متلخبطه ومتضايق عشان رفضوا يقبلوني في الكليه الحربيه. رفضوا يقبلوك ليه؟ يعني عم الشيخ، ما انت عارف الحربيه لاولاد البشوات وقرايبهم، ولا لابويا باشا ولا ليه قريب من المحاسيب. لو عايز تخدم وطنك صحيح يا عبد الناصر، انضم للاخوان المسلمين. هخدمه بس بطريقتي. تعالى يا جعفر. يلا يا ولاد الملوك. استنى انت يا جعفر، حب على راسها بالحليب. متزعلش مني يا عبد الحليم، احنا انتوا ما زي بعض. خلاص مفيش حاجة. يعني سوف يا لبن؟ سوف يا لبن. تفضل انت دلوقتي يا جعفر، هات الكرسي ده عبد الحليم وتعالى عايزك في كلمتين. اقعد يا عبد الحليم، انت موهوب يا عبد الحليم، والموهبه دي نعمه من عند ربنا. ربنا بيديها الناس قليلين، وعلى قد موهبتك ما هتسعدك على قد ما هتتعبك، لأنك هتقابل اللي يحقد عليك واللي غير منك ويحسدك، وزي ما اتكسرت وقمت هتتجرح، بس لازم تداوي نفسك، ودواك هو فنك وصوتك وإحساسك، وعشان كل دول يعيشوا لازم تحميهم. عارف تحميهم إزاي وبإيه؟ بإيه؟ بقوتك
والقوة مش عضلات يا عبد الحليم، القوة في العقل والذكاء. فهمني يا عبد الحليم. فاهم يا أستاذ. مالك عبد الحليم؟ بص يا جدي اضربني. تحب اروحك؟ لا بس عايز اخش. طب يلا اجري يلا. التحاليل اللي عملتوها لعبد الحليم بتقول ان عنده بلهارسيا المجاري البوليه، وده سبب الدم اللي شافه. الحمد لله يا دكتور. لحسن الحظ ان في دواء جديد معمول في المانيا. لا دي الحكومة هي اللي بتجيبه، ومش موجود منه غير في الاسبيتاليا الاميري. من بكرة هتبتدي العلاج. البلهارسيا مضاعفاتها خطيرة، وانت ضعيف مش هتستحمل. ربنا يبارك فيك يا دكتور. متشكرين قوي. شكرا لك. ألف شكر. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا حبيبي. أدي كنت عامل حسابي. فضلت أقول بلاش الترع، بلاش الترع. لكن مين يقرأ ويسمع كلامي في البيت ده؟ ده بس يا خال. ولما اهدى اخوك ده هيخف. طب والبلهارسيا دي يعني يا خال ملهاش علاج؟ ليها علاج يا فالح، بس تفتكر اخوك الضعفان ده هيستحمل؟ هيستحمل ان شاء الله يا خال، وهيخف ويبقى على العال كمان. بس انت خش اوضتك استريح شويه لغايه ما اعمل لك كوبايه شاي تعدل لك دماغك. انا دماغي مش هتتعدل طول ما دماغه زي الحجر وما بيسمعش الكلام. مره يجي لي دراعه مكسور، ومره بلهارسيا، ومحدش عارف اخرتها ايه معاه. اكشف دماغك بيض منك ليه؟ اكشف. عم يا عم. فيه ايه؟ هي الحقنة دي بتوجع. اي زيها زي اي حقنة. المهم تخف. زمان بالعاية دي ما كانلوش علاج، انما حكيم من بتوع بلاد بره الهي يعمر بيته عرف الدواء، جه على مصر وجابه للملك فؤاد. قام الملك اداله انشاه، قام سموا الدواء فؤادين. اكشف يا ابني دراعك، الطابور لسه طويل.